متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: استمرار للطقس الحار في عموم المناطق خاصة شمال وغرب المملكة، ساقعات رعدية من الأمطار متوقعة أيضا في شمال المملكة بسبب تأثر تلك المناطق بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وأيضا عودة نشاط الأمطار الرعدية الموسمية في المنطقة الجنوبية الغربية اعتبارا من يوم الأربعاء. كالعادة نبدأ نشرتنا بسهولة أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم. لاحظ خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم، حيث ساد طقس صافي في عموم منطقة الجزيرة العربية ومنها أيضا المملكة العربية السعودية بسبب السيطرة لمرتفع جوي في طبقات الجو العالية في هذه المناطق. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الأمطار من يوم الاثنين إلى يوم الخميس. يلاحظ خلو عموم مناطق المملكة من أي فرصة لهطول زخات من الأمطار خلال هذا الأسبوع الحالي، باستثناء بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة والعشوائية في شمال وشمال غرب المملكة، تحديدا مرتفعات تبوك والمدينة المنورة وأجزاء من منطقة الجوف وحائل خلال ساعات الظهيرة والعصر من يومي الاثنين والثلاثاء، قد تمتد حتى يوم الأربعاء. تكون هي عبارة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، في حين تستقر الأجواء في المنطقة الجنوبية الغربية، لكن على أن تعود الأجواء الغير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية تحديدا مرتفعات جازان وعسير اعتبارا من يوم الأربعاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم الاثنين إلى يوم الخميس في عموم منطقة الجزيرة العربية. لاحظ استمرار لسيطرة الكتلة الهوائية شديدة الحرارة في طبقات الجو كافة في المنطقة الشمالية والمنطقة الغربية وأيضا أجزاء من المنطقة الوسطى. تعمل هذه الكتلة الهوائية على جعل الأجواء شديدة الحرارة ومرهقة في تلك المناطق. درجة الحرارة تكون أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشمالية والمنطقة الغربية، بينما تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشرقية والوسطى وأيضا المنطقة الجنوبية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 28 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الثلاثاء 40 إلى 29، يوم الثلاثاء 40 مع طقس صافي إلى 29 درجة مئوية كحرارة دنيا، أما يوم الأربعاء 41 إلى 29، ويوم الخميس طقس صافي 42 إلى 29. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.